اما يمكنش تلونسي الماينين بلي بيتي. الماينين دومين صعيب، سيرو سولوا عليه الناس الشامل، انتوما اللي كيديروا الماينين. شي حد كيشرح الماينين مزيان اخي امين؟ شوف اخويا الماينين في المغرب دومين اللي هو اندر جراوند، ما كان شفت شي ثلاثه الفيديوهات ولا كيما شي. شوف دومين اللي هو اندر جراوند، يعني نورمالمون الدراري تيبغيو يتعلموا الماينين كيمشيو للشمال اخويا وتيخدموا في الشركات ديال الماينين، فهمتي؟ تيخدم مايلر ومن بعد كيمشي يدير ريال، هذا هو اللي كاين. اما اخويا انا ما انا شخصيا لم اصادف شخصا يشرح الماينين في سميتو، يعني سي طان دومين اللي هو اندر جراوند. واليوم راه كان عندي واحد السيد من الشمال وشاف هذاك وعقب على ديك الهضره اللي قلت لكم في اللايف ديال الناس اللي كيقولوا لكم ديروا الماينين في الاي بي تي في، هو كيدير الماينين. بغيت غير نعرف واحد القضيه، شكون اللي جيتي يقول لكم ديروا الماينين في الاي بي تي في؟ هادشي اللي بغيت نعرف اخوان. الا انت ما كنتيش كدير الماينين، اما يمكنش تلونسي الماينين بالاي بي تي في. الماينين دومين صعيب، سيرو سولوا عليه الناس الشامل، هما اللي كيديروا الماينين. دومين صعيب، اش غدير بالماينر؟ ما صعيب انك ولا وصلتي النيفو طات مايلي واني دير سي بي اي ومايلي. اخي انا تنقول لك الا كنتي مايلر او الا كنتي كدير الماينين وبغيتي دير الاي بي تي في، متفق معك على راسي وعيني اخويا، دير الاي بي تي في دير فيه الماينين ماشي مشكل. ماشي مايلر ما عمرك سمعتي بهذا الشيء وكتسمع بهذا الشيء ويسحابك راه غادي دير الماينين والماينين ساهل؟ الله ما ساهل، اقسم بالله العلي العظيم. وهذوك اللي تيقول لكم تتفلاو عليكم، قال لي مت بالضحك. تيقولوا لهم ديروا له مايلين. المهم نعاود نذكروا ان اللي كيبغي اللي كيقول لك دير المايلين للاي بي تي في راه تيرجع عليك اخويا، حيت الا قدرتي انك تمايلي وتصيفط الانبوكس سير دير اخويا السي بي اي تاهي ديرها راه مزيانه. كاينين دي زوفر اللي كيخليو اوفر واحد لا تكونفيرتي لك تيخلي لك 600 دولار غير اوفر، سير ديرها فهمتي. من بالك انا قال لك دير الاي بي تي في، كنتي مايلر دير هذا ما كاينش. Thank you.